السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وموعد وتوقيت مباراة النادي الأهلي القادمة أمام منيا سمنود استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز. فيديو جديد وأخبار جديدة، لكن قبل التفاصيل ياريت دعمكم بالاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. تقام مباراة النادي الأهلي ومنيا سمنودة الودية السبت القادم 13/11/2021 على ملعب مختار التتش الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة، ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة النادي الأهلي. ولهنا انتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة واكتب لنا في تعليق توقعك لنتيجة المباراة. بشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.